عطيني السيد غادي نعطيو واحد السيد هو حاضر معنا بالجمعيه عفاك. قلنا سي محمد تكلم باسم الجمعيه عفاك 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 عطيو السياسه عطيو سي محمد الصالح نائب الكاتب العام لجمعيه مغربه اعانه الاطفال المصابين بالوباء السكري بمدينه الرباط اللي فعلا هذه الجمعيه كنعرفوها بالانشطه ديالها في اقليم ديال العريش اللي قامت بمجموعه ديال يعني ديال التجمعات خاصه بهذه الفئه المرضى واللي غيقولنا على المشاركه ديالو خايا خلوا سيدي يتكلم. اولا تنحيوا هذه المدينه على هذه الروح الثقافيه ونفس الوقت سير التواصل ما بين مجموعه ديال الناس جينا نذوقوا العمل ديال التقرا هو الطياب ديال المشهورين به العريشيين ديال على روعه والله الا تنتمنوا لهم التوفيق وهاد الناس اللي تنشكروا الله تنتمنوا لهم المزيد من العطاء.